مرحبا، أنا صالح سالم وهذه شذرات. لو قرأنا القرآن قراءة سريعة وعاجلة واستحضرنا أحوال أنبياء الله، سنجد أن أحد الحقائق المذكورة في القرآن وجود أنبياء ورسل عذبوا وأوذوا بل وقتلوا. القصص والأخبار المتعلقة بهذا الباب كثيرة جداً، وجميعها تحتاج منا مراجعة ما يتعلق بمفهوم الابتلاء. من أجل أن تطيب حياتنا ونرقى بأنفسنا ونصل للمعنى الحقيقي لحسن الظن بالله، يجب أن تتغير نظرتنا للابتلاء. أغلبنا يقرن معنى الابتلاء بحدوث المكروه، مع أن الابتلاء يمكن أن يحدث بالاغتناء أو بالنجاح أو بالذرية أو بالاستقرار أو بأمور أخرى إيجابية. جاء في معنى الابتلاء أو البلاء أنه اختبار، وهذا الاختبار يكون بالخير والشر، ومن معانيه أيضاً الإنعام والإحسان، وجاء في معنى ثالث بمعنى الإظهار والتبيان. ولا عجب في ذلك، فهو فعلاً يظهر ما لم يعهده صاحب البلاء من نفسه. عندما يصيبنا ابتلاء أو يضعنا الله سبحانه وتعالى في اختبار معين، تضيق صدورنا ونتضجر وينفذ صبرنا، وقد يرجع ذلك لتصورنا الخاطئ عن أصل الحياة وحقيقتها. نبذل جهد كبير وكأن هذه الحياة دار خلود، نسعى للنهل من متاعها الذي لا ينضب، ومن ملذاتها التي لا تفنى بفناء الأجساد، ومن بريقها الذي لا يدوم. وربما ننسى أن الوحي تكلم عن الحياة الطيبة وليس عن الحياة السعيدة، وهو أسلم لتحقيق التوازن النفسي للإنسان. فالأجدى والأسلم لنا جميعاً أن نؤمن ونسعى لحياة طيبة، نكون مدركين أنها بين مد وجزر، بين استقرار وتيه، بين غنى وفقر، بين حب وجفاء، بين رضاء وتذمر، بين ضعف وقوة، بين متناقضات كثيرة. هذا الأمر سيجعلنا ندرك حقيقة الدنيا ومبتغى وجودنا فيها، فنكون بذلك بين سعي ورضا يجعلنا ننظر إلى العطايا بعين الشاكر الممتن الحامد، وإلى البلايا بعين الصابر المحتسب. أخيراً، جعل الله سبحانه وتعالى الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الناس ومعرفة المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، وذلك لأن المرء قد لا يتبين في الرخاء كما يتبين في الشدة. المؤمن يصبر ويحتسب، وكلما اشتد به البلاء كلما ذاقت نفسه من درجات الأنس والقرب والرضا ما لا تذوقه أيام الرخاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.